السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا مرحب كل الحاضرين في قلعة الميدان، في قلعة الميدان اللي متألقة دائماً التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في هذه القرية التراثية الجميلة عند بوابة رقم 1 في القرية العالمية. في البداية رحب كل الحاضرين ويستاهلون هذه التحية جمهورنا الكريم. وما ننسى أعضاء لجنة التحكيم اللي في كل حلقة يقدمون أشياء جميلة ونصائح لإخوانهم اليويلة اللي يشاركونا هذه اليولة الجميلة في كل يمعة وفي كل تحدي للوصول إلى أداء أفضل، وأيضاً لإرشادهم لليولة الأفضل اللي من خلالها يقدرون يحصدون النقاط من أعضاء لجنة التحكيم. وأيضاً أنتم جمهورنا الكريم تصوتون هذه اليويلة وتوصلونهم إلى المرحلة الثانية. نحن اليوم في أول المجموعات في المرحلة الثانية، مجموعة أكيد متألقة عندنا يويلة اليوم اثنين، وأكيد بنشوف يولة مختلفة. ولكن قبل ما نبدأ التحديات والمنافسات، أكيد نحن في كل حلقة نبدأ حلقتنا مع القصيد ومع الأبيات العذبة، وضيفنا وأيضا شاعرنا المتألق الإماراتي اللي دائما يقدم القصيد الجزل، رحبوا وياي بالشاعر الإماراتي محمد بن حماد الكعبي. الله وبركاته. بسم الله اللي بمره تزين الأمور، الصعب يصبح سهل والطايش يهيد. يا الله تجير بلادنا من كل جور، وتحفظنا من كل غدر وكل كيد، وتحفظ خليفة من صواديف الشرور، ويلبس من ثياب الشفا ثوب جديد. ولا نحن في خير والعلم مخبور، وفي طوع قادتنا هالالباس الشديد. واللي علينا وده يلف ويدور، نشهد ان حظه ما هو بحظ سعيد. له عندنا مضراب يفج النحور، يذوب عظامه عسى عظامه تبيد. واذا انتخاها جوسي ورز نشور، اقول يا لبيه يا روح القصيد. حول لقلب بالاحاسيس معمور، وارقى لراس عن طموحه ما يحيد. فيني تدفق ود ما هو بمحصور، ود كبير وكل ما ياله يزيد. وعندي تحية فخر تنفح بالعطور، تهدى لأبو خالد محمد بتحديد. سلام من صدق النوايا والشعور تسمع بها، سلام من صدق النوايا والشعور، تطرب لها اسماع القريب والبعيد. سلام يرقى للمعالي دور أكيد، لك يرقى هب لغيرك أكيد. يسلم لنا عزمك يا أبو العزم الجسور، ويسلم لنا وتسلم لنا وقفتك في وجه الضديد. ويسلم خطى نهجك ومسعاك الحميد، ويسلم كرمك اللي مثل وبل المطور. ويسلم خطى نهجك ومسعاك الحميد، كل يوم لأمان الوطن تبني جسور، وكل يوم ترسل فزعه وتنصر ذهيد، وكل يوم ترسم بسمة وتثلج صدور، وكل يوم تلهد كبد عدوانك لهيد، وكل يوم لجة بحرك تغرق بحور، وكل يوم عن كل يوم وصرارك يزيد. على ظهور الحق لأن الحق نور، ومحارب الباطل على أي صعيد. واللي غشاه الكبر وطغاه الغرور، إن ما حشم نفسه ترى فرقاه عيد. خله وبيغرق قبل جسر العبور، وأبشرك بتصيده الحيتان صيد. الوضع وضع محزن ووضع خطور، من العقيد من العضيد اللي نحسب انه عضيد، وذره متحايل وخداع ومكور، يشوف نفسه ذكي لكنه بليد. قتل شعوب الارض طغيان وفجور، وزبر على الشيطان وابليس المريد. ما يدري ان الدور على الظالم يدور، والحين يا دوره وعذره ما يفيد. والامر امر الله وهو والي الامور، من ثم امرك يا مطوع كل عنيد. يا سيدي لبيك بالصوت الجهور، الثار حمله وانت آمر وش تريد. نحن لك جنود ونحن للدار سور، من رد حتى لو على قطع الوريد. متشربين العز من ساس وجذور، وعزومنا تبشر بها مثل الحديد، وعزومنا تبشر بها مثل الحديد.
سوالف. صح الله لسانك شاعرنا محمد بن حماد الكعبي على هذه القصيدة اللي استمتع فيها الجمهور والمشاهدين عبر شاشات سما دبي. أكيد في كل حلقة عندنا أداء ومهارات، ولكن ما ننسى شو اللي استوى عندنا في الأسبوع اللي طاف، وهذه الحلقة جدا كانت مهمة لأنها كانت المجموعة الأخيرة في المرحلة الأولى، يعني آخر أمال بتنتهي في هذه الحلقة. لكن بنعرف وين في آخر حلقتنا اليوم، بنعرف إنه بيتأهل. لكن خلونا نتذكر معاكم هذا التقرير عن الحلقة الماضية ورادي لكم. انطلقت في الحلقة السابقة الجولة الأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة فزاع لليولة، وسط تشجيع جمهور قلعة الميدان اللي ملأ المدرجات لتشجيع فرسان الميدان. وانطلقت المنافسة مع صالح عبد الحكيم يوسف اللي قدم أداء جيد، ولكنه تعرض مرتين لسقوط السلاح خارج المسرح وما قدر يقرع الجرس. تلاه محمد عمر المهيري اللي قدم عرض حماسي ونجح في قرع الجرس مرتين من خلال 5 فرات. وقدم عيسى محماس الأحبابي عرض مميز بأدائه وثبات سلاحه وتمكن من قرع الجرس مرتين. وختام المنافسة كانت مع عبيد سالم النعيمي اللي دخل المسرح بكل ثقة وقدم عرض مميز كشف من خلاله عن مهاراته المختلفة في اليول الأرضية ودوران السلاح، وتمكن من قرع الجرس مرتين من أصل 3 محاولات. وتم خلال الحلقة السابقة الإعلان عن المتأهلين من المجموعة الثالثة، وهم يمعى عبيد بالعبد آل علي المركز الأول، ومنصور بن عبيد الوهيبي بالمركز الثاني. وكعادتها تتزين قلعة الميدان بالشعر وأعذب الكلمات، مع ضيف الحلقة السابقة الشاعر سيف المنصوري اللي قدم قصيدة بعنوان نوادر المعنى. وحل الفنان فاضل المزروعي ضيف على قلعة الميدان وقدم أغنيتين، الأولى بعنوان مزن وأمطار والثانية بعنوان بالدجا والنيت. وها هي المنافسة تشتد بين فرسان قلعة الميدان مع الوصول للمرحلة الثانية، والتحدي عنوان الفرسان على الكأس الأغلى كأس فزاع. ما شاء الله عليهم، هذا لهم يوي لثلن ينوروا قلعة الميدان الأسبوع اللي طاف، وبنعرف منو بيتأهل منهم ومنه بيغادر قلعة الميدان أكيد في نهاية حلقتنا اليوم. ولكن بما أننا نحن اليوم في مرحلة جديدة، المرحلة هاي تختلف عن المرحلة الأولى، بنأخذ حوار بسيط مع أعضاء لجنة التحكيم، ونبدأ بداية مع راشد حارب الخاصون. يسعد الله مساك يا أبو حمدان. الله يمسيك بالنور والسرور أخوي مسلم، يا مرحبا الساق. لو تخبرنا وتوضح المشاهدين عن المرحلة هاي وأهميتها لليويلة. نحن في البداية عندنا كل الأسبوع يجون 4 ويتأهلون منهم 2. اليوم عندنا المرحلة هذه، المرحلة الثانية تبدأ، عندنا يويل 2 يولون ويويل 1 يتأهل للمرحلة اللي عقبها. عندنا في لجنة التحكيم اليوم بيكون الملاحظات والتركيز أكثر على اليويل، بحيث أن في المرحلة الأولى نحن عطينا النصايح لليويلة أنهم يعدلون في المراحل الجاية. اليوم أكيد الحساب بيكون غير اليويلة، اللي منهم اتدرب واجتهد بيحصل الدرجة إن شاء الله اللي هو يباها، واللي ما طور من يولته ولا سمع نصائح لجنة التحكيم هذا القرار يرجع على نفسه. فنتمنى إن شاء الله أنهم هم يويله مو مقصرين، مجتهدين، إن شاء الله أن نشوف يوله إبداع في المرحلة الثانية. ومثل ما قلت لك مسلم، هم 2 بيولون ولكن فيهم 1 بيتأهل المرحلة اللي بعدها إن شاء الله. تسلم يا أبو حمدان، الله يوفق يويلتنا كلهم. أخونا عضو لجنة التحكيم خليفة بن سبعين المحرمي، في البداية يسعد الله مساك. يا مرحبا، بداية المسي عليكم بالخير والمشاهدين والحضور. المرحلة الثانية هذه المرحلة مهمة، هاي المرحلة اللي توصلك المربع الذهبي، فتكون المرحلة هي أخطر من المرحلة الأولى وأخطر من مرحلة المربع الذهبي. أبو حمد، إذا يويل في المرحلة الأولى حصل على درجة كاملة 50/50، ولكن في المرحلة هذه المرحلة الثانية اختل في أدائه، كيف تحسبونه؟ أكيد اليويل سواء المرحلة الأولى أو الثانية
هو تحاسب على أداء في الميدان، سواء أدى ولا ما أدى تحاسب على أداء. بيض الله وجهك يا أبو حمد، وأكيد اليوم أنتم مستانسين لأني مش موجود عندكم، فالمايك عندكم وخذوا راحتكم في التعليقات وأنا خارج التغطية اليوم. لكن مشاهدينا مستمرين معاكم ونبدأ التحديات، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا، عدنا لكم بعد هذا الفاصل، والآن بنبدأ التحديات ومع أول يويل اللي بينطلق في المرحلة الثانية. يويل من إمارة الشارقة يحمل رقم التصويت 3، واسم هذا اليويل عبد الله علي جمعة عبيد الكتبي. يستاهل هذه التحية، بنصير معاكم ونشوف هذا التقرير ومن عقب نشوف يولته في المرحلة الثانية. وياكم اليويل عبد الله علي بن زايد الشتبي. الحمد لله انتهت المرحله الاولى للثانيه، المرحله الثانيه المنافسه تكون اقوى ويبالها تركيز اكثر، وان شاء الله نكون قد التحدي. المرحله الاولى حصلت على 49، وان شاء الله نطمح ل 50. صوتوا لي على الرقم 3. Yeah.
ما شاء الله عليه يوينا عبد الله علي الكتبي يحمل رقم التصويت 3 من إمارة الشارقة، وهذه التحية يستاهل يوينا. بيض الله ويك على اليولة. هذا كل ما عندك الليلة؟ لا أبدا. ما بتقول بعدين المرحلة الثانية؟ إن شاء الله بنشوفون هالمرحلة إن شاء الله. أخلي الموضوع عند أعضاء لجنة التحكيم أحسن. أبو حمدان راشد حرب الخاصوني عضو لجنة التحكيم، عندك المايك. بيض الله ويك يا عبد الله. ويك أبيض. اليوم يولتك صراحة مختلفة عن المرحلة الأولى. هذا بجهد منك وبتدريب إنك تحضر الميدان، وأنا أعرف إنك أنت تحضر الميدان هني وتتدرب. دخلت بإثبات. نحن عندنا في الميدان من القانون إنك تفر فقط 5 فرات إلا في حالة إذا عندك سقوط سلاح تعوض بالسادسة. استغليت الشلة من بدايتها لنهايتها. دخلت فريت أثبت سلاحك. والطريقة اللي تفرها أنت تذكرني بيويل عندنا سابقاً مسلم العامري. لا ضبطني الريال. أحمد ربك اليوم في اللجنة. لا صراحة حتى عندي أخوي خليفة أنا أسأله، أنا ملاحظ من أول ما يانا طريقة بداية فره نفس طريقة مسلم اليوم. أنا ما بقاطع في الحديث، لكن عقب هالرمسة صراحة لو أنا اليوم عضو لجنة تحكيم أعطيتك 50. شكرك. هاي الرمسة خلاص ما عاد فيها، لكن الحمد لله أخواني موجودين إن شاء الله بيسدون المهمة. اليوم أثبت يا عبد الله 5 فرات وصلت فيهن الجرس. يولدك زدت مهاراتك. أنا أشوف يولدك ما فيها كسورة. أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، وجمهورك يوقف وياك ويصوت لك ويوصلك إن شاء الله المربع. ما بيقصرون الجمهور. يستاهل عبد الله. ننتقل الحين لعضو لجنة التحكيم خليفة بن 70 المحرمي. يا مرحبا عبد الله، ما شاء الله يولتك اليوم المرحلة الثانية أفضل من المرحلة الأولى، مبين من أدائك اليوم في الميدان في سواء ارتفاع السلاح استلام السلاح، عندك بعض المهارات ضفت اليويل كل يويل أنت أو غيرك. الواحد يوصل المرحلة الثانية لازم يجيك بشيء جديد يثبت وجوده أنه يستحق أنه للتأهيل، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. تسلم يا أبو حمد. كم تتوقع من 50؟ إن شاء الله 50. أكيد. جمهور 35 ولا 40؟ 50. الجمهور قال 50. أعضاء التحكيم كم يقولون؟ أنا ما أدري. نشوف هاي درجة على الشاشة 49 من 50. أقول لك مبروك تستاهل. إن شاء الله جمهورك يوقف وياك. والمرحلة بعد تبدع إن شاء الله. بيض الله وجهك. تسلم. هذا يويلنا. عبد الله علي جمعة عبيد الكتبي من الشارقة رقم تصويته للتذكير رقم 3. أما الآن فضيفنا بينور قلعة الميدان لأول مشاركة له في هذه القلعة اللي عمرها 15 سنة ينظم هذه البطولة الجميلة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو فنان صاعد راعي صوت مبعادي. ما أقول مبعادي يعني مبعادي بتسمعونه. فناننا كلماته القصيدة باسم بوقضين، كلمات سعيد بن مصلح، ألحان فياض الفنان. رحبوا وياي صالح سعيد. We'll be right back.
لسانك شاعرنا ايضا فناننا وضيف حلقتنا صالح سعيد على الاغنيه الجميله اللي استرسوا عليها يا ويلتنا. ونعود مره ثانيه الى التحديات في المرحله الثانيه، واكيد بيكون طعمها غير وادائها غير في المرحله الثانيه لانها مرحله صعبه مثل ما قالوا اعضاء لجنه التحكيم. ويا ويلنا اللي يحمل رقم 7 ولكن رقم 2 في المشاركه اليوم. رقم تصويت اذكركم مره ثانيه 7 من مدينه العين، اسمه راشد سلطان راشد الدرمكي. بنتعرف عليه في هذا التقرير ومن عقب بنشوف يولته في المرحلة الثانية. وياكم الياوية راشد سلطان الدرمكي. الحمد لله تأهلت ووصلت المرحلة الثانية. طاح سلاحي بفرة من فرات المرحلة الأولى، هذا الشيء أعطاني دافع أكثر عشان أقدم اليولة اللي تنال على إعجابكم، والمنافسة يبالها إصرار وتحدي. صوتوا لي على الرقم 7. We'll be right back.
ما شاء الله عليه وينا راشد سلطان راشد الدرمكي احمر رغم التصويت 7 يستاهل هذه التحيه جمهورنا الكريم. نقول الحمد لله على السلامه ما تشوف شر. الله يسلمك. بسيطه. لكن المرحله هاي تستاهل المغامره وانت يلت وابدعت وما ودي ادخل في التفاصيل اكثر عشان ما يقولون اعضاء التحكيم سلمت سددت سوالف عنا صح؟ معاك المايك يا راشد حرب الخاصوني عضو لجنه التحكيم. راشد بيض الله وياك على هذه اليوم، انت اول سنه تشاركنا في الميدان الكبار. وياك ابيض. ابدعت يا راشد، انا كنت تمنيت انكم كنتوا تقولون اول مرحله الاولى بهذا الحماس. فالمرحله الثانيه ما شاء الله انت وعبد الله ما شاء الله مجتهدين، غامرتوا وابدعتوا على رغم الاصابه اللي عندك ما وقفت، يلت ضربت الجرس 5 مرات. بيض الله وجهك يا راشد، ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. بيض الله وجهك يا ابو حمدان. الحين عندك الاقرار اخوي عضو لجنه التحكيم خليفه ب70 لمحرمي. الحمد لله. السلام يا راشد. اول الله يسلمك. راشد ما قصرت، والدتك ضفت بعض المهارات في اليولة بشكل عام في الميدان. الحمد لله. عندك ارتفاع السلاح افضل من اول. المرحلة هاي الثانية تتطلب منكم أكثر وأكثر بعد، ونحن نطالبكم بعد بأكثر إن شاء الله. إذا تأهلت حاول أنك تطور في ارتفاع السلاح بعد إن شاء الله. تسلم. تسلم يا أبو حمد. راشد. نعم. المخرج يقول لي يبغى تقييمي، لكن أنا ما تعدى أعضاء لجنة التحكيم، أنا أقول بيض الله وجهك. إن شاء الله إذا تأهلت وصلك جمهورك المرحلة اللي بعد هذه بكون أنا على الكرسي اللي مكان راشد حارب. هذيك الساعة أنا بقول شو بخاطرية، لكن الله يوفقك إن شاء الله. أمين. وبنتعرف على الدرجة اللي أخذها من أعضاء لجنة التحكيم واللي هي درجة 49/50. تستاهل. والله يوفقك إن شاء الله. مشاهدينا متابعينا، هذه يولة يولنا المتميز راشد سلطان راشد الدرمكي يحمل رقم التصويت 7 من مدينة العين. إذا تصوتوا له هذا رقمه. رايحين فاصل ورادي لكم. حياكم الله ويا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا في مرحلة كل اليويلة يحبونها، وهي مرحلة إعلان النتائج. يويلتنا هذه اللي هم نوروا قلعتنا الأسبوع الماضي، والتصويت جاري لين اليوم، واثنين منهم بيوصلون مع أخوانهم المرحلة الثانية اللي شفناهم اليوم، واثنين بيغادرون قلعة الميدان. يويلتنا صالح عبد الحكيم صالح يوسف من البحرين يستاهل هذه التحية، ومحمد عمر محمد عبيد المهيري، وعيسى محماس علي مصلح الحبابي. لا لا جمهور يا اخواني، ليش يا اخواني العنصريه؟ صفقوا حق اخوانكم الباقين. عبيد سالم محمد يويل ما شاء الله عليه. لا يا اخواني الجمهور شكله عارف النتيجه. عارفين النتيجه ولا تقصون علي؟ مو بعارفين؟ زين اوكي. بيض الله ويوكم يا اخواني، ما قصرتوا. صالح انت تألقت في ادائك وفي ولدك. اول شيء كلمه تقولها لجمهورك. ما قصروا اللي وقفوا وياي وصوتوا لي. اذا تأهلت او اذا ما تأهلت. والله في الحالتين. في الحالتين. ما قصروا. بيض الله وجههم. بيض الله وجهك. محمد عمر محمد. بعد ما يبي يعطيك المايك ها؟ ما اسمع. ما يبي يعطيك المايك. ليش يا اخي؟ حاس انك بتأهل، انا حاس انك بتأهل. السلامات وين بتروح؟ السلامات وين بتروح؟ المليحة. المليحة. مليحة؟ نعم. جمهور حد من المليحة اخواني؟ كفو. الله يوفقك ان شاء الله وان شاء الله انك تتأهل. عيسى محماس علي مصلح الحبابي. خلاص انتهى الموضوع، اللي بعده عبيد سالم محمد. مرحبا سالم. اخواني عشان ما نطول الموضوع ونسوي سالفة ونحن نبى نختصر الموضوع، المركز الأول عيسى محماس الإحبابي يستاهل. هذا الأول وخلصنا منه. ما عليك. بيض الله وجهك. كلمة عيسى، كلمة لجمهورك. نعم طال عمرك. أشكرك من صوت لي من الشباب، وأشكر الداعم الرسمي فلاح أخوي، الله يطول بعمره.
يستاهلون. شفتك مش على بعضك وخفت عليك، قلت خليني اعلن النتيجه. لا ما تطيحون مره، الله يوفقك ان شاء الله. تعال عدالي، تعال عدالي، ترى يا الخصوصي انتهى موضوعك الحين. الموضوع بين الثلاثه، انا وانت نعرف منو بيروح صح ومنو بيقعد. اللي في المركز الرابع واللي بيغادر قلعه الميدان وللاسف هو ضيفنا صالح عبد الحكيم، صالح يوسف، الله يوفقك ان شاء الله، مشاركه طيبه، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اما يويله اثنين بينهم نحتار، قدموا يوله متالقه في المرحله الاولى وكلهم يطمحون للوصول الى المرحله الثانيه، ولكن واحد اللي بيستمر معانا وواحد خلنا نسولف ما دام شي السالفه. عبيد طول يا اخوي مره. عبيد انا ما صرت ويا عبيد، انا مشتاق له يا اخوي. حب يا بركه. عبيد قبل ما نطلع على الهواء اشوفك تنافخ مستحر. والله يا طويل العمر اللي يولف كاس فزع لازم يحفز يا طويل العمر. يعني هاي ربشه نعتبرها؟ ها؟ مرتبش حفزان؟ والله يا طويل لازم احفز، انا جاب الواحد ممثل غشابه لازم احفز يا طويل العمر. الله يا اخي كلامك كبير يا اخي. الله يوفقك ان شاء الله ونشوفك متاهل، ولكن التاهيل صعب. نعم. يقابلك يا ويل متالق، قدم كل ما عنده للوصول للمرحله الجايه. كل ولا فيهم قصور يا طويل العمر، لكن اكيد حظوظ وتوافيج من رب العالمين. واللي يجي من الله حيه الله يا طويل العمر. كلمه في خاطرك تقولها لاعضاء لجنه التحكيم وانت مو بعارف تتاهل ولا ما تتاهل. والله يا طويل العمر اشكر ابو حمدان واشكر ابو حمد ويابر وجمهوري اللي وصلوني الكاس فزاع، واللي لو صوتوا صوت واحد يا طويل العمر هاي يوم تيول في ساحه الميدان يروحها كم تسوى. والله يوفق الجميع. جزاك الله خير. محمد عمر عبد، دائما في الميدان معروف ان في اخر دقائق تتغير النتائج، وانا احس انك انت من البدايه وصل مرحله الياس، ولكن انا اقول لك في الميدان في اخر دقيقه يا كم نتيجه تغيرت. صحيح. وانا اقول لك لا تقبض ايده، ناموس واحد والشخص واحد والثاني بيغادر قلعه الميدان. لا تقول ناموسي ناموس طبيعي واحد. انا وعبيد واحد ماشي مشكله، انا وعبيد واحد والكاس ماشي مشكله، لو ساعد ماشي اكيد. نعم. اللي بيغادر قلعة الميدان هو آخر المجموعات، ونقول له هارد لك. ما بقول اسمه، بقول اسم اللي بيصعد وبيوصل مع أخوانه وبيستمر في التحدي، وهو اليويل عبيد سالم محمد. نقول له مبروك ويستاهل، والكلمة لك يا عبيد. تقول الله يطول عمرك يا ابو، اشكر كل من صوت لي، وهذا الناموس اهداء لابو سالم خليفه محمد بن منين الغفلي والي الحميديه اللي فوق، ما قصرتوا يا استاذ، واللي صوتوا لي صوت واحد ان شاء الله وعدهم مرحله ثانيه ليشوفوني ولا طيبه. الله يوفق الجميع. بيض الله وجهك يا محمد. أيه بيض الله وجهكم. أيه كلهم جزاكم الله خير، ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق في المجموعات القادمه. جزاكم الله خير. جمهور الكريم، مشاهدينا عبر شاشات سما دبي، حضورنا الكريم، ختام حلقتنا بيكون متعلق مع فناننا وضيف حلقتنا، وهذه الكلمات باسم الدماني من كلمات حمدان بن الدويس، الحان مبارك بالعود، غنى صالح سعيد. شوف بنا
سبحان رب خالق النعم ما شفت مثله مدام.